السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. رجاء إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تعملوا لايك وبرتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص قضية هشام تازة ودعواتنا للأب ديالو والأم ديالو المكلومين بالرجوع والفرج للابن ديالهم هشام. ففيديو اليوم إخواني أخواتي اللي هو فيديو جديد وخبر جديد بعد ظهور متهم جديد في قضية هشام تازة واللي عنده صلة في اختفاء هشام، فمباشرة بعد استدعاء كل من أخ العريس والعريس والتحقيق معهم والبحث والتعمق في هذه القضية المعقدة واللي تبين فيه ما بعد أطراف متعددة اللي كتزيد تعقد مأمورية البحث عن هاد مول الفعلة اللي مازال يعني كيتشبت بالبراءة ديالو اللي هو خو العريس، اللي بعد ما تم استدعاء والتحقيق معه في هاد القضية راه السيد مازال متشبت بالبراءة، وأكد سري الدرك الملكي أن هادشي كامل فهو انتقام وهاد الناس يعني غير كيدعي وهاد الكلام كامل أنني مول الفعلة، وإلا لقاو شي حجة يتبتوا في ضدي فأنا موجود على أيين. فهذا مول الفعل اللي هو المشتبه فيه خو العريس خصوصا والعلاقة ديالو بمول الحانوت اللي مازال مختفي إخواني أخواتي على الأنظار لحد الساعة، فقد أعطيت أوامر بفتح المحل لهذا مول الحانوت بإذن النيابة العامة، طبعا هذا من أجل استباق وعدم إضافة الوقت. صراحة السلطات الأمنية اللي تم تفتيش الحانوت بإشراف السلطات الأمنية وأخذ جميع العينات من بصمات من أجل الوصول إلى الفاعل الرئيسي بالرغم من التهم الموجهة إلى هذا الخو العريس كما ذكرت اللي هو مشتبه فيه واللي مازال متمسك بالبراءة إخواني أخواتي. هذا السيد إخواني أخواتي اللي هو خو العريس اللي مازال يعني كيخرج عينيه وكيدخل يخرج في حضره، وشو التصريحات ديالو عبر المنابر الإعلامية غير الشوفات ديالو هي تثير بعض الشكوك، هذيك الشكوك اللي خلات جميع المتبعين انهم يوجهوا الاصابع اتهام ديال هذا خو العريس، وحتى اهل العريس خصوصا بعد ما تم طرد يعني ديك العروسه اللي ما حتى شي ذنب، والذنب الوحيد هو انها من عائله هذا هشام المختفي، هي من عائله هشام المختفي، وهنا في مغير كل شيء ماشي، وهذا الشيء اللي كيتبين لنا وكنسجلوا ان هذه القضيه يعني فيها مؤامره وفيها خطه من اجل اختطاف يعني هذا هشام يعني بمناسبه الزواج ديال هذه البنت، واللي كنحيي الاب ديالها على الشجاعه ديالو واللي عطى يعني جميع التصريحات ديالو يعني بلا خوف، واللي اكد امام المنابر الاعلاميه انه تم طرد الزوجه ديالو من امام لابريكاد او جدر يعني ملي عيطوا له لابريكاد قالوا له اجي لهنا عندنا، وبالتالي قالوا لي بلا حشمه هز بنتك وديها. فهذا صراحه طرد استفزازي، وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يطردوا هذه البنيته اخواني اخواتي. فالاخبار اللي توصلنا بها والمتداول اللي كتاكد انه تم فتح مذكره بحث وطنيه في حق مول الحانوت على خلفية الاشتباه فيه باختفاء هشام وعلاقتي باستخراج الكنوز واللي مازال مختفي على الأنظار لحد الساعة إخواني أخواتي. هذا مول الحانوت واللي تبين فيما بعد أنه عنده علاقة مع خو العريس، يعني الصديق ديالو كيتعامل معاه ودائما كيهضروا على هاد الكنوز كيفاش يستخرجوا الكنوز، هادشي كامل جاء لأقوال ديال الناس اللي ساكنين ديك المنطقة واللي أكدوا هاد الخبر، وحتى هاد الاختفاء المفاجئ ديال هاد الحانوت اللي خلى السلطات الأمنية والسرية الدرك الملكي يعني ياخذوا هاد الاختفاء بعين الاعتبار، وهو دليل قاطع أن هاد المؤامرة أو هاد العملية اللي فيها أشخاص متعددين اللي قاموا هاد العمليه الاختطاف واللي مازال كيتم البحث والاخذ مجموعه من المعلومات. وارتباط بالموضوع فهشام مختفي
والتصريح اللي دلا به اب العروس واللي اكد ان العريس قام برمي الهاتف ديالو في واحد الواد، وهذا الخبر اللي جعل كذلك السلطات الامنيه تعيد النظر في الخبره التقنيه لرقم الهاتف المعني بالامر للبحث والكشف عن ادله كامره حتى يتم طي هذا الملف وتقديم جميع الجنات للمحكمه من اجل المتابعه القضائيه وبالتالي فك هذا اللغز. يعني هادشي اللي كنتمنوا من الله عز وجل، حتى الحانوت اخواني اخواتي اللي كانوا دخلوا له السلطات الامنيه وبحثوا وقلبوا، يعني الشرطه العلميه حتى دخلات وقلبت وخدت العينات البصمات كاملين في الحانوت، يعني عساو على انهم يكشفوا شي دليل دامغ باش يطويو هذا الملف اللي طال الامن ديالو، واللي جعل ان جميع المتبعين وهذه القضيه ولات قضيه راي عام وطني. يعني هذا الاختفاء صراحه اللي فاجئنا، وهذه الاسره المكلومه اللي هي الاب عبد الله والام كذلك والعائله ديال هشام اللي مازال كينتظروا الفرج ويسمعوا شي اخبار جيده، ولو انهم حتى الام ديالو اللي قالت انها ما كرهاتش تشوفوا ولدها غير ولو انه ميت، ماشي غير حي. يعني هادشي كنتمنى من الله، حنا كنستبعدوا انه غيكون مازال حي، ولكن الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان مش عند الله فالروح عزيزه عند الله تعالى، فالاكيد رغيبان. إذا كان حي فداكشي اللي كنتمناه من الله عز وجل. وهنا هذه رساله للسلطات الامنيه وكذلك المحاكم، يعني المحاكم انا خاصها تكون واحد قانون صارم بخصوص هاد الناس اللي كيستعملوا هاد الاطفال، كيستغلوا هاد الاطفال من الاسر المعوزه. دائما كنشوفوا الاسر المعوزه هما اللي كيختطفوا لهم ولادهم وكيستعملوهم في استخراج الكنوز. راكم عارفين يعني ديك الزهريين، خصوصا ديك الزهريين كيقدموا قربان للجنون الجن، وهو الجن هو اللي كيتكلم لهم على اساس انهم كيوريهم المكان ديال هاد الكنوز، بالتالي كيغتنوا بواحد السرعه كبيره. هادشي كنشوفوه في الجنوب، كنشوفوه يعني في منطقه السوس، يعني في كثير من المناطق. ولكن هادشي صراحه راه ما بغيناش يوقع بلادنا، لانه كيسيء لبلادنا بحال هاد المسائل اللي لابد اعاده النظر فيها. على اي فالسلطات الامنيه الدرك الملكي القايد قائد المنطقه، يعني كل شيء راه خدام على قدم وساق ليل نهار باش يبان تبان الحقيقه وهذه المفعله، وحتى الشكوك اللي كتحوم حول هذه العائله اكيد غيتفتح الامر ديالهم. راه مازال يعني بشويه بشويه راه كتبنا بزاف المسائل، بشويه بشويه اخواني اخواتي غيبنا بزاف المسائل واللي غتكون مفاجئه قريبا ان شاء الله. قريبا ان شاء الله غتبنا بزاف المسائل اللي غتاكد انه فعلا هاد العائله العريس هما مولد الفعل اللي قاموا بهاد الفعله. اكيد اب العروسه راه ما غيسكتش وراه مازال عنده ما يقول في هاد المسائل، فهو قال انه طردوا ليه مرتو، يعني حاولوا انهم يطلقوها وحاولوا ان حتى الهاتف كما ذكرت اللي لاحد العريس ما بغاش يلاحوا في الواد وراه شافوا. هذه كل المعلومات راه غتفيد يعني السيد الطرف الملكي وغتفك هاد اللغز اللي طال الامن ديالو. اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.